السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله، تفضل. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، احنا كان عندنا قطعة أرض والحاج يعني اتفقنا مع الأولاد الصبيان إن كل واحد ياخدها سنتين. إيه؟ ياخدها سنتين، ياخد هي صمر ياخد الإيجار بتاعها سنتين. معايا؟ هي أرض الوالد ولا أرض مين؟ أرض الوالد. أيوه أيوه. مات الوالد الله يرحمه. لا لا أنا موجود الحمد لله. طيب اتفقنا كل واحد ياخد الايجار بتاعها سنه، الايجار الصمر. هو المفترض الايجار لصاحبها الذي هو ابوك. ما هو اتفق معانا هيدي كل واحد من صبيان يديها له كل واحد سنتين. والبنات؟ البنات انا بنسال حضرتك عشان كده. الله يعدله بين اولادكم. ايوه يعني هم لهم كل واحد سنتين زينا. يعني هذه المساله فيها الوجهان، هل في الهبه الرجل يسوى بالمراه؟ هذا رأي الإمام أحمد ورأي إسحاق بن راهوي الإمام. أما الجمهور يقولون بالتساوي. عفوا هل للذكر مثل حظ الأنثيين؟ أحمد بن حنبل يقول هذا، للذكر مثل حظ الأنثيين، والجمهور يقولون بالتسوية. والذي يظهر لي والله أعلم أن الهبات الكبيرة التي تقوم مقام الميراث نأخذ فيها برأي الإمام أحمد للذكر مثل حظ الأنثيين، والهبات الصغيرة تعطي ابنك 10 البنت 10 يسوى فيها والله أعلم. طب لو سمحت يا شيخ، ده كان أخويا الكبير لما خدتها من حوالي 6 سنين الأرض طلع منها طريق، فاتخذ حوالي تلتها، ده ممكن الأخير اللي هو الصغير يتعوض؟ أنتوا تأخذون الثمرة يعني كل أيوة الثمرة، بس الأرض أعتقد منها تلتها برضه. ما في مشكلة، ماشي لا بأس إذا اتفقتم على ذلك. يعني هو ممكن يكون في اعتراض يعني بالنسبة للشرع اللي هو يا أخي هو الكلام لأبيك ما دام على قيد الحياة. أيوة أبوك يقدر يعني المواقف. أيوة الأب اللي هو يعني حسب اتفاق مع الأب. الله يسلمك. ماشي تندخلين في الأب كأن الأب والعبة في أيديهم.